أجواء خيالية هنا، الكل يأتي إلى المتعة والكل ينتظر بالتأكيد مباراة مثيرة. دقائق قليلة تفصل عن بداية هذه المواجهة، برشلونة سيقابل نادي الملك ريال مدريد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم، نلتقي اليوم في ليلة طقسها جميل هنا في ملعب المباراة. محدثكم فارس عوض يسعد بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث سيكون الفريق الكتالوني برشلونة يواجه فريق ريال مدريد. ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. دانيال كارفاخال، كيف راح يتصرف فيها؟ في المرمى، الله على الروعة، على المهارة، على الخيال، على مقصية تستقر في الشباك بكل إبداع. نشوف الهدف مرة ثانية وثالثة، نشوف المهارة، نشوف الروعة، الثقة الكبيرة، الاستغلال المهارة، توظيفها لتسجيل هدف بهذا الجمال. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كاسيميرو يتدخل، الله على قطع الكرة. بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. يا رب، ضاعت فرصة قتل المباراة. كم ممكن يوسع الفارق؟ فرصة كانت سهلة لكن ضاعت، فوت على الفريق فرصة كبيرة. كاسيميرو يتدخل، الله على قطع الكرة. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات، انفراد صريح بالمرمى ولكن بتضيع بسبب تسديدة قوية بدون أي تفكير، راحت بعيدة. ما حدث هنا كان كابوس بالنسبة للإنهاء المثالي. بيدري، أوباميانغ، كرة خطيرة من على الأطراف، كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. كرة بتتخلص من جانب مندي بتمركز الجيد. كريم بنزيما، ملعوبة إلى كارفاخال. بنزيما لعب كرة حلوة، فرصة هنا، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة، يفقد الكرة. في النهاية الكرة بتنقطع. دانيال كارفاخال، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، يا الله، كرة في العارضة، ارتدت الكرة من العارضة، وجدت يد حارس المرمى بعد أن تصدت لهذه الكرة. الله على هذه اللقطة. الأرقام تعطيك الفرص اللي يخلقها الفريق أمام المرمى، لكن في النهاية اللمسة الأخيرة مشكلة بالنسبة للفريق بحاجة إلى استغلال الفرص إذا ما أراد أن يحسس تقدمه. لوكا مودريتش، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. فرانكي دي يونغ، كرة بتنقطع الآن من كارفاخال. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة، أوهو، استعدوها في الوقت المناسب. فيران، هجمة مع ريال مدريد، مر فيها، انطلق فيها، راح راح، ده صد رائع من تير شتيغن. فرصة كان ممكن تقتل المباراة. استمع إلى جماهير البرسلونة تحاول دعم اللاعبين العودة في النتيجة. أوباميانغ،
الله على التصدي من كورتوا. شوط ثاني ينطلق الآن والنتيجة تشير لتأخر البارسا. كرة بتنقطع الآن من كارفاخال. يتحرك بالكرة للأمام. فينيسيوس بيلعب لكرة عرضية. رغم ضغط الفريق الخصم لكن إمساك ناجح للكرة العرضية. الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. يخسر الكرة وبالتالي الحكم يعود لاحتساب الخطأ. الحكم في هذه المرة لن تتردد في إخراج البطاقة الصفراء حتى تضبط الأمور. واضح أن المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف الآن عمليات الإحماء على خط التماس. أوهو على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول. غيرت الكرة اتجاهها. خادعت الجميع. فرصة بتضيع. شوط أول شاهدنا فيه مستوى غير عادي من لوكا مودريتش. سجل هدف مهم لفريقه. كان هدف التقدم في الشوط الأول. معنوياته مرتفعة الآن. سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. تمريرة من لوكا لكن مقطوعة. انطلاقة هجومية لريال مدريد. كرة خطيرة لبنزيما. كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. يا الله ركلة الجزاء. حكم المباراة يحتسب هذا الخطأ. إذا تم استغلالها استغلال مثالي ستعمق الجراح. ركلية لمصلحة الميرينجي. انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركلية. بنزيما كرة مع فالفيردي. كريم وفرصة هدف الآن. هدف بيريح الأعصاب. هدف بيزيل التوتر. هدف بفارق الهدفين. مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. نشوف إعادة الهدف. شوف التيكي تاكا. يا سلام على عملية البناء ومن مسافة قريبة من المرمى. يعني بأن الهدف مضمون هنا. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. رودريجو يفقدها كريم بنزيما. كرة بتتحول المنافس. بيرلا ميندي. هجمة مع ريال مدريد. كرة عرضية في المنطقة. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. كريم بنزيما. ملعوبة إلى كريم بنزيما. كريم بنزيما بيرسل كرة عرضية. يبعدها من مناطق الخطر. لوكا مودريتش. سيء اللقطة الماضية. الظروف ما كانت مناسبة للتسديد. كان ممكن يشوف حلول ثانية. كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. فيران. وصلت إلى أوباميانغ. برشلونة يبحث عن العودة في النتيجة. عن العودة لبرشلونة. تمريرات في منتهى الروعة. كروس عليه ضغط متقدم لاستخلاص الكرة. رودريجو. يا مجنون يا أخي أنت كيف تلعب. شوف الهروب من الرقابة. سبع دقائق على نهاية هذه المباراة. الفريق لا يهاجم بشكل واضح وهو ما يجبر أوباميانغ على العودة مرة أخرى للحصول على الكرة. توني كروس. رودريجو. إبعاد الكرة من جانب الفريق الخصم. بنزيما. فرصة أمام رودريجو.
والآن تخرج إلى ضربة ركنية. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. ديفيد ألابا. رودريغو. يا رب والصافرة تأتي لتعلن هزيمة البارسا في مباراة اليوم. مع الخسارة بفارق هدفين تصبح مشاكل الفريق أكثر وضوحا. بدون تسرع، الحفاظ على الكرة.